صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. غنبداو على بركة الله بالفطور. عندي هنايا غا هاد الكاس، هانتوما راه قريب الكاس العنبة، غنعمر به جوج كيسان بسم الله. غنديرو في الكسيرين هنا يلاه شللتها، ها واحد، وغنشعل عليه البوطة صافي شعلتها، تنزيد كاس آخر نفس الكاس. نوضعو تا هو هنايا، وغادي نضيف ليهم العسل. اللي بغات دير السكر ممكن دير السكر، انا غادي ندير العسل، واش نكترها شويه، ندير هكا واحد نص معلقه ونديرو هنا، ونخلي هذا الشيء يدفى ليا واحد شويه، ندف فيهم ماشي طايبه ولا شي حاجه، يدفاو شويه صافي. وغنجي هنايا للدقيق، عندي غير الدقيق الكامل، ما عنديش انايا دقيق رطب ولا دقيق حرش وما فيهش النخاله، هذا هو اللي عندي. غادي نشدو وغادي نغربلو، غنحيد ليه هذيك النخاله الغليظه، ندير هكا وغادي نوري لكم العبار. المهم غادي نغربلو بعدا هو الاول. مالي على هذا الدقيق واتساع كاين، هانتوما ملي كنغربلو نوري لكم شنو كيصبح عندي، اش كتحيد ليا النخاله. شوفو كيصبح عندي الدقيق راه كامل، ولكن ما فيهش ديك النخاله الغليظه، شفتو كيصبح بحال داك الحرش، وفيه وفي نفس الوقت معاه النخاله، يعني راه كامل صافي. غنستعمل هكا حتى غادي نغربل، وغادي نعمر جوج كويسات نفس اللي عبرت به الحليب، غنعمر به جوج كيسان. شفتو النخاله كتبقى هنا الفوق، نجيب نفس الكيسان ها هما، وغادي نعمرهم بهذا الشيء اللي غربلت. ها هو النخاله رجعتها هنايا، شفتوها حليب نقاست عليه خليته تما تسخن، وغادي نعبر دابا نعمر جوج كيسان، نعمرهم مزيان هكا، نزيد الاخر حتى هو نفس العمليه صافي هنا. وتنجيب واحد جوج ديال لي بول، وتنجيب جوج بيضات هكا، وغادي نفسخهم باش غادي ندير الابيض وخديته هنايا بهذا الشكل، وندير الصفر هنايا. ندير صافي هنا هاد الحليب تيدفى ليا، طفيت عليه، وغادي نجيب واحد المعلقه صغيره هكا مع عمراش ديال الخميره الفوريه، غادي نوضعها هنايا ونحرك شويه ونخليها في هاد الحليب. الحليب غدا فيه هكا، نرجع للبيض. ها ديك البيضه الاولى ما عجبتنيش، جاتني فيها واحد الريحه ما حملتهاش، وانا نغسل كل شيء بالخل، ودرت جوج بيضات اخرين، ودرت هنا البيض وهنا الصفر صافي. وغادي ندير واحد قريصه ديال الملح مع هذا البيض هذا، وغادي نطلع هذا الابيض بوحدو والصفر بوحدو. غنسبق الابيض لانه باش ما نوسخش هذا، ونعقب ندير به الاخر. لا سبقت الصفر غيتوسخوا لي هادو، خصني نمشي نغسلهم ونشفهم وكلشي، دونك غنسبق الابيض هو الاول. طلعت هاد الابيض مزيان، هانتوما شفتو ملي كتقلبوه ما كيطيح ما حتى شي حاجه، يعني راه طالع مزيان. ترجع دابا لهاد الصفر هذا اللي هذا هنا، وشط الزيت هانتوما نفس الكاس باش عبرت. ها هو غادي ندير الثلث ديالو، اللي بغات دير 50 غرام ديال الزبده ممكن ديرها، اللي ما بغاتش دير هاد الكاس هذا شفتو، ها هو رقيق من هنا عريض من الفوق، ما تكملوش النص. غادي نضيفو على هاد البيض هذا هكا، بحال بغيت ديرو شي كيكه، درت فيها قريصه ديال الملح وهذاك الزيت، ونطربها حتى هي صافي هنا. بعد ما طربت هذا الزيت مع البيض، وغادي نضيف ليهم دابا على الطحين هذا الكاس الاول، وكنخلط بشويه باش ما يطيرش. صافي كنضيف الكاس الاول، وكنرجع للحليب هنايا مع الخميره، نحيد هادشي اللي لاصق هنايا هكا باش ما نضيعوش الخميره، وغادي نبدا نخوي ونخلط في نفس الوقت. بسم الله صافي، وتنضيف هادشي اللي تبقى ليا من الحليب كله هكا، وغنضيف الكاس الاخر حتى هو ديال الطحين صافي. دابا غنخلط كلشي هادشي هذا، نخلط هكا شويه بعدا، وعاد نحرك مزيان.
هنا صافي. من بعد ما كنخلط مزيان هذا الشيء كيف ما تشوفوا معايا هكا تيصبح القوام ديالو هكا صافي. تنجيب دابا هاد الابيض ديال البيض وتنبدا نديرو على جوج دفعات ولا ثلاثه وتنحرك غير شويه حتى تندخلو فيه كله. نزيد الاخر حتى هو حتى تنكمل كلشي. المهم هو تخلطوه مزيان ما يكونوا فيه لا كواري لا حتى شي حاجه. هذا هو اللي مهم. نزيد هذا الثاني الاخر هنا صافي. بعد ما خلطت كلشي مزيان هكا صافي تنحيد هاد لاسباتيل هادي تنهبط كلشي وغادي نغطيه وغادي نخليه وغنمشي نعمر اتاي. الوقت اللي غادي نعمر اتاي غادي نبدا نطيب فيه. هنا كيف ما شفتوا جاكم وجاب ليا معاه اليازير والنعناع ها هو غسلتهم ها اتاي كيغلي ها هذا غادي ندير فيه اليازير. خلاني تعمرت اتاي وقال ليا بغيت اليازير ليه واخا اجبر هذاك واخا مرحبا ايوا انا درت الماء كيغلي عاوتاني وغنخوي ليه هنايا صافي. وداك النعناع دابا من بعد ما تبخ ليا صافي خاصو بقى واحد شويه بعد ما طبخ اتاي غنطفيه وغندير كاع هذا النعناع هذا. شوفوا هاد الربيطه كامله غنخشيها هنايا. انا خرجت كلشي البرارد خرجت الخليط ها هو درت هاد الماكينه شعلتها. ممكن ديروا حتى في مقله سخنوا مقله وهزوا بالمغرف وحطوا في المقله ديالكم عادي غيجيكم بحال البانكيك تيجيو زوينين. انتم شوفوا الخليط شفتوا بداو على بركه الله تنحركوا من تحت لفوق هكا. انا هذه تتسهل عليا وتعجبني هذا الديكور ديالها الشكل هذا. ونبداو بسم الله نطفي شويه من المغرف كامل غنوضع هنا صافي وغنسد واستمر هكا تتشد ليا راسها غير واحد دقيقه ولا دقيقه ونص وتتدير تتشد راسها دغيا تيطيبو. شاكم راه هو صابح خدام هانتوما راه باقي ظلام باقي راه مكملاش تسعود دابا بحال بارد وعاطين هاد السيمانه شاعله. تشاو جاكم ها هو خدام تما تيصبحو يجر يضارب. المهم انا غادي نقلبهم وغادي نوري لكم. رجعوا ويلا هانتوما هاي لصقات هنا كي ماشي مشكل فوالا تنهزها تنوضعها هنا هانتوما شفتو معايا كي تجي ما شاء الله تيجي خفيف بحال الريش تيجي هشيش زوين بزاف. خلط اتاي على بال ما نكمل هنا صافي. جات جاكم مشى غسل يديه وجا غير خويا اتاي هانتوما كيف ما تشوفوا معاه صافي. وانايا كملت عطاتني خمسة ها هما شوفوا معايا ما شاء الله راه كيجيو رائعين كيحمقو. عطاتني خمسة وحدا كلاها بقى فيها غير هاد شوية والساتة ها هي شتوها دورتها مع الجنب ديالها شتو جاكم سبينغو بويستا في هاد الماكينه نحيدو ليها الخيط باش تبرد تما وصافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم راه كيجيو هشاش 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 مش هيتكم هكا جاكم بيطا يوري لكم جاكم من الداخل ديالها كيفاش دايره. يلا جاكم فاتي غادي ليكم يصونو هاي 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 يلا باي. جا بغا الكونفيتير ديال حب الملوك وهذا عدي ديال سميتو يا الله دي كيكوز هيك ولا دي ميليكو توني ديال الشفرجل هذا ملي كوتوني عفتو جاكمو اللي فاتامو ديري كوم هي دينترو ابري اونا هانتو شوفو شتو كيدير راه تيتفرتت غا بواحد وراه تيجي زوين هشيش مش هيتكم. تمنينا الاعجاب ديالكم بهاد الفيديو تشجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه صباحكم مبروك.